هل من وجهة نظرك الزمالك والأزمة بتاعت الثلاثي فتوح وصبحي والزناري، نادي الزمالك قدر يتجاوز الموضوع ده يعني بسرعة؟ خلينا متفقين ان محدش رجله في الملعب غير فتوح، تمام. فتوح طبعا مؤثر وكل حاجة، بس يعني الزناري وصبحي بعاد شوية، فالدنيا عدت يعني. بشوف ان هم قدروا يعدوا ال بس دي مشكله، تعمل مشكله بين اللعيبه في اوضه اللبس. انت طبعا لعبت اكيد كوره طبعا، ما ده دور ومريت كابتن بالكلام ده الفرقة، كله. ده دور كابتن الفرقة وكباتن الفرقة، واعتقد ان في ناس كتيرة كبيرة تقدر تلم الموضوع في نادي الزمالك. النادي الزمالك لو انت موجود شايف ان يتم العفو عنهم وعودتهم من جديد مع الفريق، ولا كمل بص، دي بالسيستم ده؟ ترجع لإدارة النادي، لان هي مسألة مبدأ الاصح ومبادئ يعني. انا الاصح انا يتعاقب ماديا، لان مفتوح وجوده مهم في الملعب. بس انت لو رجعت فتوح هتضطر ترجع الاثنين اللي ماشي، معاك. ما كله هيتعاقب ماديا، بس انت بتتكلم، انا بكلمك على اللي بيلعب، اللي انت محتاجه، فاهم؟ لان انت حتى لو مش هيجدد معاك، انت والله استفاد بيه بقى، مش هيجدد خلاص استفاد بيه. في ناس لا، اما بقى منقسمة. يبقى، ما هو بص خلينا متفقين، لو هي النية مبيتة وانت ما صدقت ان حصل كده فانت عملت كده، تمام، فخلاص خليك بقى زي ما انت خلاص. لو ان هي مش مبيتة انا عاقبه ماديا واستفاد بيه في الملعب، بشرط لان التجديد، مصلحتي مش شرط بقى يعني. ما هو يجي يقول لك انا اجهزه ليه الفرقة تانية لا، ويروح انا جاهز ما ويبقى هو كده موجود. كده هيمشي، صح؟ كده كده هيمشي لما عقده ينتهي، صح؟ صح. ماشي. طيب، انا معظم الفرق هتقول لك انا ادفع في فتوح فلوس دلوقتي ليه، وهو كمان 6 شهور ممكن اخده بس فلوس. الزمالك لو قعد فتوح زي الاخبار اللي طالعه وجمده، لو هو ما جددش من دلوقتي لحد اول السنه، هو منعه من افريقيا، منعه من الاولمبيات، انه كان ما من ضمن اعتقدش ان اللعيبه اللي الراجل، هتتاخد خلي في بالك، ما الاولمبيات اعتقدش ان الراجل مش هياخده في المنتخب، حتى لو ما بيلعبش. هياخده طب ما كده بيظلم لعيبه كتير بكده. هياخده ما هو مين؟ طب هات لي واحد احسن منه في مصر. محمد حمدي ماشي بشكل كويس، مش احسن من فتوح، لعيب كويس انا بحبه جدا، بس مش احسن من فتوح. في المصري في حسين السيد وعمرو سعدية ماشيين بشكل كويس. ما فيش حد، انا ما حسين ده بموت فيه في الكوره. الاستمرارية بص يا كابتن، حسين ده لعيب جامد جدا وانا بموت فيه واتظلم. في انا الكوره شايف ان بصراحه، حسين من اللعيبة لكن اللي ما اتظلم. فيش حد في المكان ده في مصر مصري زي فتوح. انا خلينا متفقين بقى، عشان انا بقى معاك متفق، عشان بس ما نضحكش انا على بعض. بكلمك ان انت لعيب بعيدا عن انا المباريات. هيبعد، هيبقى ليها حل بقى يعني، لازم يبقى ليها حل. لكن الولد لعيب مهم، اضافه لمنتخب مصر، اضافه لاي مكان هيكون موجود فيه. فانا بشوف يعني عدم وجود فتوح في منتخب مصر هياثر على المنتخب.